عاملين ايه؟ هقول لك على طريقه حلوه جدا لو نسيت الواي فاي بتاعك او نسيت الشبكه او نسيت انك تدخل على شبكه الواي فاي، ومثلا في واحد عندك مثلا في البيت جاي بيقول لك مثلا انا عايز الواي فاي بتاعك او عايز ادخل على الواي فاي بتاعك وانت ما بتعرفش الباسورد ومش فاضي انك تخش بقى على الاعدادات وتتصل بخدمه العملاء وهكذا. كل اللي عليك انك تستخدم بس اي موبايل متوصل عليه الواي فاي بتاعك. خليك معايا دلوقتي بقى يا جماعه، كل عليكم انك هتيجوا هنا تفتحوا الواي فاي، تدوس على الواي فاي دوسه طويله كده تمام، وبعد كده هتروح دايس على اللي هو انت متصل بيه، الواي فاي انت متصل بيه، وفي حاجه اسمها رمز الاستجابه السريعه للواي فاي اهو اهو، وبكده هتلاقي الواي فاي ظهر، وكمان تقدر تسكان الكيو ار ده عن طريق اي ابلكيشن بيحمل اللي هو الكيو ار كود، وكمان كلمه السر هتلاقيها فوق اهي كمان. شكرا جدا ليكم، ما تنساش تعمل لايك وتشترك معايا في القناه. شكرا جدا ليكم، ومعاكم محمد تحسين، والسلام عليكم ورحمه الله.